فالمقابلة كانت بدون مساواة، فتعدوا علينا الجماهير فرشقونا بالحجارة وبقراعي، فتعدوا علينا بزاف وضربوني على مستوى الرجل ديالي. الحكم كما شتي تعدى علينا والفار ما كاينش، داكشي علاش وقفنا المباراة، فكنتمنوا انهم يعاودوا يراجعوا الاوراق ان شاء الله. كيف ما كان شاف الجميع الظلم اللي صبرنا عليه ممكن في الرباط، سكتنا وما درناش، جينا لتونس الا وزعما قلنا ان ممكن يتصلح اللي خطا فيه الحكم المصري، ولكن زاد تخوف في الظلم، ولكن الحمد لله ربي نصف اللاعبين وبين ان هذه المقابلات بجوج لا في الرباط ولا في تونس، يعني فريق الترجي دار ما بوسع ما بجهده باش انه يظفر بهاد لا كوب. هذه تتبين لك الخبث اللي مارسوه الفريق التونسي، يعني دار مسرحيه كبيره على الناس، ولكن ما دارهاش على الله سبحانه وتعالى، لان تبين من ان النيه وقلت النيه ما تتلاقاوش. هذا العرق ديال اللاعبين والمجهود ديالهم ما يمكنش انه يمشي في سوده. الحمد لله ربي نصفنا وبين بان فريق الترجي دار ما بوسعه باش انه يتفر بهاد لاكوب هذا، والحمد لله على السلامه ديال اللاعبين اللي الحمد لله هذا هو الاهم في هاد الساعه هذه.